أهلا بكم متابعين عقنا صلاح الدين الفضائية، عدنا لكم ونعود مجددا مع الحملة التي أطلقها الدكتور أحمد عبد الله عبد مشاركته أهله وأبناء محافظة صلاح الدين مأدبة الإفطار، ابقى معنا. خلف الله عليكم وخلف الله على ابو مازن ورايته بيضة وينصر الدولة وينصر الحكومة كلها على هاي مبادرتهم الداز لنا هاي الهدية تفتر بالعرب ام سيف وجماعتها وخلف الله عليهم. حياكم الله، اهلا وسهلا بكم وابو مازن الطيب، ونتشرف بكم وعلى الراس، واحنا نشكركم ونشكر ابو مازن. والله مبادره طيبه، هذه تعتبر مبادره شارك ويانا بمائده الفطار ابو مازن الطيب. وابو مازن معروف تاريخه ومعروف اصله ومعروف عمله بصلاح الدين، لانه بطل ما شاء الله، والمرحله اللي راح لها هو مو هينه، يقاتل من اجل المحافظه ومن اجل العراق. والف هلا بكم، تشرفنا بكم، يا اهلا وسهلا بكم ابو مازن. طبعا هذه القرية هي قرية عشرة العثمان، أول مبادرة طبعا من الحكومة كحكومة محلية أو حكومة مركزية بالدخول إلى هذه القرية، تعتبر يعني هذه القرية من القرى المنسية من شهدائها والعوائل المتعففة اللي بيها، حتى الخدمات اللي موجودة بها هي قد لا تكون تصل إلى أقل من مستوى ما يتمناه أي إنسان في هذه المناطق. اليوم احنا حضرنا أولا حتى الكاميرا صلاح الدين تعرض ما هو موجود في هذه من عدم وجود الخدمات للأستاذ أحمد عبد الله، وثانيا لكي يعني يكون أكو بين هناك من يتواصل مع هذه العوائل، وهم إن شاء الله في أعماقنا وفي قلوبنا، وسنكون عند على استعداد في يعني تأهيل بعض الأمور اللي يحتاجها عوائل الشهداء. نعم اليوم
اذكر الزعيم ابو مازن، وهاي كل سنه برمضان هو يفطر على الفقراء والنازحين والمخيمات ويوزع لهم سله غذائيه، وهاي طبعا من شيمه هو معروف بهذا الشيء، وما نسى اي منطقه من مناطق صلاح الدين. مشكور. اشكر ابو مازن اني شكرك كثير كثير، حرام ما واحد جا وقال هاكم هاي شويه مساعدات لهالفقراء ومنقضين، وهذا وليده سقط مريض 12 جاهل عنده، ووحده سقط عنده بنته مقصوصه رجله، هم زاد هنا. أنا نطلب من الله ان يعافيه ويعمي عيون الظلام عنه، هاي اولا. ام ابن عمنا وقرابتنا واخونا كل عراقي هو شريف، هو اخوي وابن عمي، بيئتنا يبعد من هنا 4 كيلوات، وصار لنا من 2018 احنا هنا. احنا نطلب من الله ومن الجهات الخيره ومن ابو مازن ومن اي شريف وابن وادم يرجعنا لهن البيتنا لديارنا. اي ونطلب منا الله ومحمد ان يحافظ العراقيين ويحافظ ابو مازن ويحافظ كل واحد شريف وقيور لهذا البلد. ان شاء الله القادم افضل ان شاء الله، ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى العراقيين بالنصر ان شاء الله والامان. احنا نعرفه ابو غيره ان شاء الله، ونعرفه هو ما يعوف اهله، وبارك الله به، وهذا شيء مو اول مره يعني يحصل. أبو مازن هو الرجل معروف عن مبادئه الخيرية وعن شهامته، وإحنا نرجو من عنده ونطلب من عنده أن ينظر لأهله. إحنا ترى أهله وحزام ظهره، خلي ينظر إنه بنظرة الرهبة، يوصل صوتنا إلى مجلس الوزراء ويعودنا إلى ديارنا. ما أريد من عنده غير أن يسهمنا، وهذه وجبة الأفطار إحنا على العوض مو يمنا، يم الله سبحانه وتعالى هو اللي جازي. وانتم شوفوا معاناتنا، يعني مستحقين مي، مستحقين كهرباء، صعب الخيمه واحنا صيام الخيمه، يعني اذا من تطلع كهرباء لحظه واحده بعد ما تقدر تقعد بالخيمه. زين، نطلب من عنده ان يساهم لنا بالعوده، وهو الرجل الوحيد الذي يقدر يرجعنا لهن ان شاء الله. زين، وهو ابو غيره ان شاء الله وما يقصر، واحنا نشكره وجميع نيابه عن كل العوائل. احنا نشكر ورحم الله والديه، وفي ميزان حسناته ان شاء الله. الحقيقة هذه العوائل ربما تشبع من المساعدات يعني تملأ بطونها بالطعام، لكن هي جائعة في العودة إلى ديارها. هناك حاجة ماسة إلى معالجة هذا الوضع المزري جدا، لا يقبله إنسان ولا منظمة، إلا أنه يحتاج إلى ضمير حي لإعادة هؤلاء إلى ديارهم. ونناشد في هذه المناسبة الزعيم أبو مازن للتدخل الكامل وبكل قوة من أجل إنهاء هذه المعاناة. نتمنى أن نكون قد وفقنا في إيصال السلة الرمضانية التي تقدم بها الدكتور أحمد عبد الله عبد أبو مازن للعوائل التي احتاجت إلى هذه السلة الرمضانية. لا سعنا إلا أن نشكر الأستاذ شهاب اللي مساهم والمتابع لفرقنا التطوعية اللي في كل أرجاء محافظة صلاح الدين، ومنها مناطق جنوب محافظة صلاح الدين.